ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله. صدق الله. صدق الله. يا أبو أدهم، الحال صرت بتعرفه، ويشهد الله ما لنا مصلحة غير مصلحة الولد، وربنا سبحانه وتعالى وأتي لآل وجعل بينكم مودة أضاف الرحمة أساسا ليأكد لنا أن الحياة ما بتستمر من دون رحمة، وما ممكن يكون في سكينة من غيرها. ففكروا الله يرضى عليكم أنت وأختنا مدهم، وحكموا عقلكم وشوف شو الله بيأرجيكم لحتى نعرف نتصرف. نحن متكلين على اسمه، دخيل اسمه الله، الابن ابننا وابن ابننا، وإذا الله عطانا عمر إن شاء الله ما حدا رح يكتب كتابه غيرك منيح. الله كريم، الله كريم. نحن ما عنا غير يا شاي يا مليسة نقو. الله يديمك أبو أدهم، الله يديمك. أم أدهم ارجعي أغلي مليسة وعقبال ما تغلي الكراوية. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. أي سيدي، شو العمل وشو المطلوب؟ بشو ما بتأمروني أنا جاهز. يعني بركي بمعيتك أبو أدهم بنوصل هيك مشوار صغير لعن بيت حمالة ابنك. لك على راسي أخي أبو فارس، على راسي. هيني ما في شي بيغلى على حفيدي ولو بدي دور الدنيا كلها على رجلي. الله يعزك، الله يعزك. الحقيقة جماعة صعبين وصعبين كتير، وإذا أنا بدي روح معكم يعني لازم يكون عندي جوز كلام حتى أقوله. شو بدكم يعني أحكي معه؟ تفضلوا قولوا لي. كل خير أبو أدهم، كل خير إن شاء الله. نحن بنوصل لعندهم والكلام لحاله رح يطلع. إيه؟ على عيني. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ارفع راسك يا ابني يا أكرم، ارفع راسك. ايه، مو انت اللي بتوطي راسك ابدا، ولا اختك الطاهرة، انا وهالوجوه الكريمة، اخي ابو عصام، اخي ابو فارس، الشيخ عبد العليم. نحن بالاساس لو ما كنا رافعين راسنا فيكن ما كنا اجينا لعندكن ولا دسنا بساطكن. اختك شرفنا يا ابني يا اكرم. ايه شرفنا، وعرضك عرضنا. انا ابني غلط. ايه نعم، غلط وغلطة كبيرة، وبساعد غضب طلق حرمته أختك، وأختك أشرف من الشرف. وهلا هذا الشيء مضى وخلصنا منه والحمد لله. يا ابني يا أكرم الله يرضى عليك، يلي فات مات ونحن أولاد هلا وجايينك جاهة، ويلي بتأمره على عيننا وعلى راسنا. خليني أشوف أمي وإن شاء الله بصير خير، برد لكم خبر، وإذا انكتب إنه نجي رح نجي، وقيمتكم فوق راسنا. إذا وصلت للأم عمي خلصنا، خلصنا، وصلت لحالها، كل شيء بالدنيا بيغلط إلا قلب الأم. شوف أمك عمي وشو بتقول أمك آمين، ونحن أنتو كفو، الله يديمكم، خدنا طريق. يعطيك العافية ابن عمي. الله يعافيكي. لا تأخرت، كان عندي شوية شغل. اي حبيبي حط لك لقمة تاكلها. لا مالي نفس. تقبرني، يلا تكب راجعت لك. ليه ليه وسخت حالك؟ تعا حبيبي. بسم الله. ليه ما حطيتي عشا لمعتز؟ ما بدنا جوعان مرت عمي. وينه هلا؟ برضه الديار. أختي رسمية. خير أخي؟
قربي لعندي شوي لقلك. قربي. أنا عرفت بقصتك أنت وابني. طولي بالك يا بنت الناس، طولي بالك. أنا عرفت بقصتك من أبي. الله يقدرني يا أختي وأقدر رجع شي من جمايل أدهم علي. بس أنا خايفة كتير. لا تخافي، ولو بدي واجه الدنيا بمقفلها، أنت وهالصغير رح تضلوا برقبتي ليوم الدين. معتز يا سميح، ضبي غراضك وطلعي لبرا قوام. لا خالتي لا. طولي بالك يا ماما، مشان الله طولي بالك. خلاص ولا معتز، عم قول لحالي ليش تلبكتوا هديك اليوم قدامي. أعوذ بالله يا ماما، أعوذ بالله، مشان الله فهمي القصة. ما رح أفهم شي. خلاص خلاص ولا كلمة. لك يخرب بيتك، طلعتي حية من تحت تبن؟ طلعي من بيتي قوام يلا. لا خالتي لا، بوس ايدك، انا ما فيني اطلع من هون، انا روحي معلقه هون. لك يخرب بيتك، بكل عين وقحه. شو صاير؟ شوفي مشان الله يا عمو، مشان الله مو هيك. روحي روحي نقلعي من بيتي. وليه يا حربايه يا قليلة الأصل يا عمو؟ ما رح تطلع من البيت رسميا، ما رح تطلع من البيت. وليه عم تعلي صوتك علي؟ لا وما عم علي صوتك. انا بوجهك هلا بورجيك. شو خلصتوا انتوا التنتين مدخلكم؟ يا عمو رسميا ما بتطلع من هذا البيت. نقلع من وشي ولا نقلع؟ لك سعاد جيت بوقتك، تعال شوف هالشوفه. رسميه ما راح تطلع من هالبيت، واذا طلعت ما راح تطلع لحالها. مثل ما سمعتي سعاد، رسميه ما بتطلع من هالبيت، انا بطلع قبلها وهي ما تطلع. من الاخر هذا الولد اللي بحضنه لساره ابن اللزم الرسمي، ابن اللزم. شو عم تحكي ابو عصام؟ عمي سارة عطيه ابنه، عطيه ابنه. يا مولا تبكي غيرك ما بدها فيكي تعلليها، وتعالى كفي لك سيرة. ابنك؟ ايه يا مو ايه، شوكة ابن الرسمي، وشوكة نفسه ابن رفيق عمري ادهم. توبري قلبي، قومي قومي، حاجة حاطة الحزم بالجرن، خلينا نحضر عرس الصفا. حرام مشان الله أمي. خالتي خديه معك، اعتبري عرسه، ما بتروحي بتحضري؟ تعتو تبرني تعتو. يا جماعة الخير، أول شي جيتكم العزيزة الغالية شرفتونا ميت أهلا وسهلا فيكم، وخاص نص عمي أبو أدهم. نحن نتعلم الأصول والأصالة منك ومن أدهم، الله يفك أسره ويعافيه. آمين يا تسلم. آمين. نحن ما غلطنا وقت هدرنا دم رسمية ولا حدا يحكي فيها معنا، بس الحجة حكت كلمتها وهي كبيرتنا بعد المرحوم، وكلمتها رح تمشي إذا مشاها أدهم. العرض والشرف مو كلمة بتتم، ونحن عطينا إذا الله عطى، وأدهم هلأ هو المسؤول. إذا بيض صفحتها، صفحتها بيضة عنا بإذن الله، وإذا ما أبي نحن هادرين دمها. هذا يلي عنا، وبعد حكي أدهم ما في حكي. الله بحيي البطن اللي حملك عم يا كرام. ليش نحن شو بدنا غير هيك؟ هذا اللي بدنا إياه وبس. من بعد إذنك عم يا أبو عصام، الحجة بدها تشوف الولد. ايه. رحت على الدكان وما لقيته، قال راح هو والشيخ وعمي بفارس. يو، لوين راحوا؟ راحوا لعند أهل رسمية. لعند أهلي؟ الله يرضى عليك ستي، بتروح على الدكان لعند جدك، بتحط له خبر، أول ما يجي يجي رأساً على البيت. ايه أمرك ستي، يلا خاطركم. الله معك، مع السلامة. رسمية، عدي. عدي لشوف.
لك شبكي شو صار لك؟ ليش عرفتي شو صاير بالأول؟ لك يا بنتي استهدي بالرحمن، تفائلي بالخير، مو بيقولوا تفائلوا بالخير، قولي يا رب. يا رب. تدرسي إجا سليم وراح وما عرفت شو بده، ولا عرفت ليش عم يدور على جده. مشان الله لا تواخذيني. هلا ان واخذتك وان ما واخذتك، الولد راح ومش الحال. قومي شوفي مين الله يرضى عليك. الله يهدي بالك يا رسمي. ولك خلص ولك خلص ولك خلص ولك خلص. تفضلي استاذه. انت مو مرتك. لا اكيد ولك. يلا اسمحوا لي والله يا جماعه. بكير. ان شاء الله بكير من عمركم يا رب. انا باذن الله بكره رح سمعكم اخبار كثير منيحه من شان تثبيت زواجها لرسمي. الله يسمع منك يا رب. يلا اسمحوا لي. تعشي عنا استاذه مره ثانيه. يلا تاخر الوقت. شكرا. اهلا وسهلا شرفتينا. الله يعطيك العافيه. الله يخلي لي اياكم يا رب. عمي روي بقى شاو. ها هاي مش الحال. هاي اخبار طيبه. شوفي الوش ما احلاها. بكره حيطلع له هويه وقيد نفوس ومثل العاده وحاسجلوه على اسم جده ابو ادهم وخلصنا. لا عمي ما رح سميه غير شوكة. خلاص شوكة. يلا شور بخاطرك الهي. ولك شوكات ولك شوكات هلفتنا شوكة. الله يرضى عليك. الله يخليك. ياكل خذي يا شوكات. خذي ابنك خذي.